أول شيء أحب أشكر عيادة هانوفر على استضافتهم الحلوة وعلى اهتمامهم لي، وراح يقدمون يعني ابتسامة دائما إن شاء الله، وراح يعني راح أبين لكم إن شاء الله. صراحة أحب أشكر عيادة هانوفر على مجهودهم، وأحب أشكر دكتورة على مجهودها، ومع هانوفر راح تبتسم دائما إن شاء الله. تحياتي لاعب نادي الشارقة شاهين عبد الرحمن.